بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 16:09 على 1 بعنوان مبالغة ظاهرة من الشيخ ربيع المدخلي في نقده لسيد قطب وتشدده عليه. تم تسجيل هذا المجلس في 20 ربيع الأول 1417 هجري، الموافق 5 من الشهر 8 1996 ميلادي. إيش رأيك في هذه العبارة؟ كأن سيدا يرى أن الإسلام غير كامل ولا وافي بمتطلبات الأمة الإسلامية. هذا أسلوب بناء على أي شيء؟ لازم نأخذ أي شيء إن كان، أي شيء إن كان. سجلنا يا بالله صفحة والورقة، لعلنا نراجعه. إيه بس أنت من النصيحة، أنت تكلف غيرك بما ينبغي أن تقوم أنت به. عندك من الطلبة يأتونك طلبة فيه ما يشغلهم الله يبارك فيه. أتوا الآن بشيء؟ إيه، لأنه محطوط هنا عند القراءة، محطوط هنا. إذن جاهز، موجود أخي، جاهز، بعض الأشياء جاهزة، لكن لماذا أنت لا تجهزها وأنت حامل راية الدفاع؟ أنا أريد يعني إن شاء الله إذا وجدت شيء أن أراجعه. لا حول ولا قوة. أنا أقول هذا أخي، أولا أمر شكلي وليس جوهري، هذا أولا، وثانيا هذا دفاع شخصي، نحن ما بيهمنا الأشخاص. نعم. نحن بيهمنا الدعوة. نعم. فضل الشيخ زين توضأ، هل يجوز أن أقول لك إن شاء الله مزمزم؟ طيب، هل يجوز أن أقول لك مكوثر؟ ليه؟ ما ورد في السنة. أنا أرى أنه يجوز. الدليل؟ هل كل ما لم يرد في السنة لا يجوز؟ طبعا هذه عبادة، والعبادة تحتاج إلى دليل. لا، أنت لا تحيد عن، أنت ريح حالك، أنت تعلم أسلوب الشيخ هل بريح حاله بريح غيره. سين جيم. هل كل ما لم يرد في السنة يعني نصا لا يجوز؟ لا يجوز. طيب، العدول عن غيره. أنا أظن أن هذا في إجحاف في السنة، هذا الإطلاق في إجحاف. يعني هلا إذا قلت لك أدعو لنا يا شيخ، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ورد في السنة؟ ورد. إنه كلمة وطاها، كلمة وطاها، بتقول إيه بتقول لا. نعم. إذا قلت لي إيه بيجوز يكون أنا عندي الجواب برايحك، بيكون أنا جاهل بحاجة لإنسان بسألك. أنت لا تشرد يعني في الجواب، تعب حالك وتعب غيرك. فالآن أنا بقول أنه طلبي منك الدعاء الآن، ونحن نأمن على دعائك، ورد في السنة، قول إيه قول لا. نعم. كويس، في مثل ما نحن فيه قول إيه قول لا. لا. حتى نصل الهدف بأخرى الطريق. لا. إذن كيف السنة انه هذا جائز؟ يعني قياس. قياس. طيب، وليش منعتني من القياس لما قلت انه
ألا يجوز لي أن أقول لك أم كوثر؟ شو الفرق بين القياس والقياس؟ هناك له مماثل، ما في مماثل. قياس على يمين. وين المماثلة؟ المماثلة هنا دون هناك. وين الآن الصورة اللي نحن جالسين الآن؟ ما وقعت في زمن الرسول عليه السلام. وين المماثلة؟ ليس لك يا شيخ زين أن تقول، إذا أردت أن تقول أنه يجوز الدعاء الآن، إلا العمل بالعمومات، إلا العمل بالعمومات. طلب الدعاء من الرجل الصالح وجازه العلماء. إيه هذا يخالف كلامي لك؟ ها؟ نعم. يخالف؟ لا. بس لماذا تتعب حالك؟ هناك قياس، تقول ما في قياس، في قياس هنا. يا شيخ الله يهديك، لا تتعب حالك، أنا شفيق عليك. طيب. ليه تتعب حالك؟ هل اختلفنا؟ هل اتفقنا؟ نعم. إنه إذا قلنا لك ادعو لنا، أو أنا ترجلت دعاء وأمنت، هذا غير مخالف. اتفقنا. طيب. لماذا لا يجوز لي بهالمناسبة الطيبة أنه توضأت وتهيأت في الصلاة أنا أدعو لك بما يناسب؟ لماذا لا يجوز؟ مسألة زمزم هي ما لا تركني مزمزم. هلا الأول قلت لي زمزم أنا قدمت لك لفظ أحسن من زمزم. رب ناس تزمزموا ما بتكوثروا، صح؟ لكن اللي بتكوثروا ترانزيت للجنة. صح؟ لذلك تركنا لك الاسم زمزم. قلت لك وجود لك مكوثر، قلت لي لا. ليه؟ ما في دعاء من كوثر، يعني تتوضأ من كوثر؟ أيوة لك. شو معنى مزمزم؟ يعني بس ما في دعاء هنا. شو معنى مزمزم؟ زمزم كوثر يعني؟ شو معنى مزمزم؟ واحد زمزم يعني تتوضأ من زمزم. إيه هذا هو، إن شاء الله تتوضأ من كوثر. زمزم ما في فضل في وضوئها. يعني. تشرب. من شرب منه شرب. تشرب نعم. طيب. إذن بيجوز ولا ما بيجوز؟ إيه الشرب يجوز. أما الوضوء زمزم 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 إن كان قصد الشرب فيجوز، أما الوضوء ما لم يرد. هلا أنت وقعت في حيصب حيصب. أما الدعاء هناك فقياسا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يعافيني. الخلاصة يا شيخ زينو، التزام شيء ما التزمه الرسول ولو كان له أصل في السنة هو الذي لا يجوز. التزام ما لم يلتزمه الرسول ولو كان له أصل مطلق لا يجوز هذا الالتزام. أما مطلق الدعاء فهو يجوز. فأنا الآن إذا قلت لك وأنا أحارب الناس اللي بيقولوا بعد الصلاة تقبل الله أو بعض الوضوء زمزم، أنا بقول هذه بدعة. لا أعني مجرد الدعاء، أعني الالتزام هذا الدعاء. إيه نحن لسنا ملتزمين، وبخاصة بهذه الصيغة من كوثر ما حدا بيقولها في الدنيا. لذلك أنت أخذت بالعادة، انتبه، أخذت بالعادة التي نحن عليها، وهي أن ننكر التزام الدعاء بعد الوضوء بعد الصلاة إلى آخره. لكن الالتزام شيء، واستعمال الدعاء أحيانا بدون التزام عملا بالنص العام كما قلت أنت آنفا، هذا ما في منه حرج. ولذلك فسواء علي أقلت لك زمزم بمعنى تشرب من هناك وتعتمر وتحج، أو قلت لك مكوثر وهذا أهم بكثير، ما يجوز أن تنكر ذلك علي إلا إذا شفتني ألتزمه كما يلتزم الناس. هذا حينئذ يدخل في باب الابتداع في الدين. هذه ذكرى وذكرى سوف المؤمنين. هنا اليوم خرجت حديثا طوله صفحتين فقط، ما بدي أقرأ عليك الحديث كله، إنما بدي سمك العبارة التي قلتها. باطل لوائح الوضع عليه ظاهرة، أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير. ابن كثير شو قال عنه؟ غريب جدا. وفي سنده رجل اسمه أبو معاذ، أو كنته معروف بأبو معاذ البصري، وهذا ما حد قال عنه بأنه وضاء أو كذاب، إنما بعضهم ضعفوه وبعضهم تركوه.
حسب القواعد العلمية هذا الحديث يقال عنه ضعيف جدا، أنا حكمت عليه بالبطل. لماذا؟ لأني لما قرأت الحديث بطوله وشفت العبارات اللي جاية فيها انقدح في نفسي أن هذا مصنوع صنعا من هذا المضعف أو هذا المتروك. لكن هذا نادر، نادر جدا جدا أن نحكم على حديث بالبطل، هذا نادر جدا، وإنما يصنعه من المتأخرين مثل الحافظ الذهبي مثل الحافظ العسقلاني، ويكثر من ذلك بعض المتقدمين من أمثال أبي حاتم الرازي صاحب كتاب العلل. هذا يعني واسع الخطو جدا في الحكم على الأحاديث الضعيفة بالبطل وبالوضع، لمجرد أن يرى في المتن شيئا. لكن أنا ما أرى أن نفتح هذا الباب، وبخاصة لهؤلاء الناشئين المحدثين، وإلا صار علم السنة فوضى بين أيدي الناس. هذه ملاحظة. ونعود الآن إلى الصلاة. يا الله. ها؟ قبل ممكن نشوف النقطة هذه اللي كنت بحثها مع الشيخ لم يكن له. وهي كان الأخسام وجد بعض الأشياء. خذ هذا رجل واحد له. لا وجدنا الحمد لله. انت حاطط رجليك ماي بارده وبتكلم غيرك. لا شيء موجود عندكم جاهز، اعطونا اياه حتى نراجع في الشيء. ليش يا اخي نحن ما انا ما انتبهت له يا اخي. نحن هو هذا السبب. شوف كانه ما قال هو كانه. نحن ملاحظتنا على كانه بجود. كانه بجود كلام هذا مو مبالغه. وايش رايك بهذا العنوان؟ سيد قطب يصف العلمانيين والفجار بالإخلاص ويضمن لهم الحرية، ويصف العلماء بالمحترفين ويسميهم رجال الدين، ويتوعدهم بالإذلال والاستعباد. هل لهم بالنسبة ليسميهم رجال الدين؟ سبحان الله. أول ما سافرت إلى المدينة حينما انتدب للتدريس سكنت بجوار الشيخ عمر فلاتي الله يذكره بالخير. خرجت من الدار صباحا إلى المسجد، التقيت مع شيخ أزهري، تعرف عمامتهم وطربوشهم علم. نعم. سلمت، بعد كلام كيف حالك سألته ما أنت؟ قال أنا من رجال الدين. أبحث معه بحث طويل، خلاصته أنه يا أخي هاي كلمة استوردناها من تعابير الكفار، وهذا لا يجوز تأمله. يا أخي المناقشات الدقيقة اللي توجد عند بعض إخواننا السلفيين لا تطلبوها من غيرهم، أنا أقول لك هذا الآن. لا تطلبوها من غيرهم. فلو قال سيد قطب عن علماءنا بأنهم رجال الدين، هذا من جملة مثل هذا الأزهري، عالم أزهري، وهذا ليس بعالم أزهري. مع ذلك انطلت عليهم هذه الكلمة، وأنا بهذه المناسبة استغللت هذه الكلمة مع رجل قسيس في قصة طويلة الآن ما في مناسبة لذكرها،
وفيها حجة المسلمين على الكافرين. جرى نقاش بيني وبين قسيس ماروني لابس كله سواد في سواد من قلنسوة الطويلة تبعه تعرفها سودة إلى جبة سودة إلى جوارب سود حذاء أسود إلى آخره. أنكر علينا نحن كيف منقول عن أتاتورك إنه كفر وارتد، لأنه وضع الشابكة يعني البرنيطة على المسلمين. قلنا له لا، لو أن الأمر وقف هنا هان الخطب. ذكرت له تغيير للشريعة وجعل الإرث الأنثى مثل الذكر إلى آخره، وبحثت معه موضوع التشبه اللي نهانا الرسول عنه وتفرد الإسلام به دون الشرائع الأخرى، وأهميته في حرص الإسلام على أن المسلمين يجب عليهم أن يحافظوا على شخصيتهم الإسلامية. فكان جواب القسيس هذا مسألة يعني ما لها علاقة بالعقيدة وما لها علاقة بالشرع، اللباس هذا صار شيء أممي، يعني كل الناس يلبسون زي واحدا إلى آخره. بعد نقاش في هذا الموضوع قلت له يعني هل أفهم منك أنه أنت لا ترى مانعا أنك تقيم القلنس في هذه السودة وتضع الطربوش عليه الإمام البيضاء وتطلع شيخ تماما مسلم؟ قال لا 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 شاهد. قلت له ليش؟ مدام هذا لباس ما له علاقة بالدين وبالعقيدة. قال لا، نحن رجال دين، نحن رجال دين. قلت له هذا هو الفرق بيننا نحن المسلمين وبينكم أنتم معشر النصارى. أنتم معشر النصارى طبقتان، رجال دين ورجال لا دين، رجال دين ورجال لا دين. أما نحن المسلمون كلنا رجال دين، فما يجوز لأكبر واحد يجوز لأصغر واحد، ما لا يجوز لأكبر واحد لا يجوز لأصغر واحد. فنحن ما في عندنا رجال دين، نحن عندنا رجال علم، ناس يعني طبقات علم وبدون علم. أما من حيث الدين والتمسك بأحكامه فالمسلمون كلهم سواء. هذا التعبير السيد حتى نقله هنا بالعنوان ثمانية. كيف؟ هذا العنوان الذي تقرأه. هذا عنوان مين؟ سيد خطب. هو ينقل. هو ينقل. بيقول الفصل الخامس، يقول صاحبنا سيد قطب يصف العلمانيين والفجار بالإخلاص. هون في شريط لمين هذا؟ ايوه نعم، بالإخلاص ويضمن لهم الحرية ويصف العلماء بالمحترفين ويسميهم رجال الدين ويتوعدهم بالإذلال والاستعباد. هون بعدين شو بيقول؟ ثانيا، ما هي أفكارهم التي يضمن لها سيد أنها لن تكبت وأن أقلامهم لن تحطم؟ فهل هم مسلمون؟ يغلب على ظني أنهم الاشتراكيون والعلمانيون والشيوعيون وسائر مرضى القلوب والنفوس. ما بكفينا يا أستاذ أن نقيم الحجة على سيد قطب، ليس به الظن ولو بغلبة الظن وإنما باليقين، لأن هذا هو الحق ما به خفاء. فدعني عن بنيات الطريق، ليش حتى نوسع أولا دائرة الرد على هذا الرجل بالظنون وعندنا يقين؟ يعني أنا لا أزال عند نصيحتي للرجل، وهذا واجبنا من ناحيتين، أولا هو منا وفينا مسلم، ثانيا هو من إخواننا الذين يأخذوا من العلم، فله حقان علينا. هذا العنوان هذا اللي أتكلم فيه شيء مؤاخذ عليه هو الشيخ ربيع؟ طبعا، لأنه بيكون في مبالغة. هو هنا رجال الدين، رجال الدين ينقل على سيد قطب، هو يقول رجال الدين مش شخص. ليش جبت لك القصة؟ إذن هو المخطئ، لأنه القضية مو بس عند رجال الدين. أنا ما أقول لك أنه مو غريبة عن سيد قطب أن يصف العلماء بأنه رجال الدين،
لأنه جبت لك قصة الأزهري. نعم نعم, نعم. آه. هذا خطأ كمان منه. هذا خطأ بلا شك. نعم. لكن هذا الخطأ شو علاقته بالعقيدة بوحدة الوجود بإنكار بعض أحاديث صحيحة من جملة الأخطاء التي وقع فيها؟ خير إن شاء الله. مخالفته لأهل السنة في تفسير كلمة التوحيد حيث يفسرها بالحاكمية والسلطة ويفرغها من معناها الإسلامي الأساسي الذي دعا إليه الرسل جميعا. أنا كتبتهم بخطي قديما مبالغة ظاهرة. من أين أخذ أنه يفرغها؟ مما قاله. ماذا فسرها؟ قلتم لا إله إلا الله. قال لا معبودة بحق ولا قال موجودة؟ يا شيخ الله يهدينا وإياكم. أمين. إذا عرفنا أن الرجل ليس بعالم ولا يحسن التعبير. أيوة. لكن هل أنكر في موضع آخر أنه الاستغاثة بغير الله والحلف بغير الله وإلى آخره مما هو من متممات فاعلم أنه لا إله إلا الله حتى نجي نحن نبني عليه أنه فرغ معنى التوحيد من كلمة لا إله إلا الله وحصر في الحاكمية؟ لم يفسرها التفسير الصحيح الذي فسرها السلف, بل فسرها بتفسير لا موجود إلا الله ولا معبود إلا الله, فهنا فرغها معناها. أنت لما تقول فسرها بأنه لا موجودة. أيوه. هيك صحيح؟ نعم شفته أنا في كتبي. طيب. في معاني في التاريخ وفي غير كتبي أنا نقلت عنه وأخذت هذا خلاف التفسير الصحيح. ما أعتقد هذا. طيب سنأتي لك إن شاء الله. طيب. لم تجد ولا عبارة للسيد قطب. نعم. سبحان الله خلق الإنسان من عجل. لسه ما كملت عبارتي بدك جاوبني. طيب. ظاهر أنك أنت أصلك صوفي من أهل الكشف. صوفي لكن من كنت صوفيا وإخوانيا وتبليغيا. أي الحمد لله. والحمد لله الله هداني. حينما سمعت خطبة في حلب بيت أخونا الترمانيني محاضرة عند ذلك تركت ما كنت عليه. الحمد لله. والتحقت بإخوة الدعوة السلفية. الحمد لله. فجزاكم الله خيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تأخذني أنه نحن الآن موضوعنا دفاع عن شخص منا وفينا, وهذا خطأ. نعم. هذا خطأ. إن شاء الله لا ندافع عن. هذا خطأ. عن الحق. وبالجملة فسيد سلك مسلكا في تكفير الناس لا يقوم عليه عالم مسلم يرسل الكلام على عواهنه في باب الحاكمية ويكفر عامة الناس بدون ذنب وبدون إقامة حجة وبدون التفات إلى تفصيلات العلماء في هذا الباب. هذا من جهة. ولا يعبأ بشرك القبور الذي يرتكبه الروافض وغلاة الصوفية ومن تابعهم من جهة أخرى, ولا يرى في هذا الموضع وفي كثير من المواضع هذه الشركيات منافية لمعنى لا إله إلا الله. الآن هنا كما تقول أنت ولا يرى في هذا الموضع وفي كثير من المواضع هذه الشركيات منافية, من أين أخذ لا يرى هذا النفي من كلامه, من كلام سيد قطب وأنت بتوافقه, ولا هذا استنباط؟ لا, أخذ من بعض كلامه. قال السيد قطب هؤلاء أشركوا لا لأنهم صرفوا العبادة لغير الله ولا لأنهم يصرفون بالقبور ولا لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. هذا النص العبارة التي جاء بها. طيب إذا جاز لك أن تقول لي أعطيني الدليل أنه أخونا الربيع متشدد, أعطيني الدليل على ما تنسب إلى سيد قطب وهو مات. ما قاله في كتبي. أعطيني الدليل في كتبي. وأنا بقول لك في وأنا بقول لك في كتبي. طيب أنا موجود. وأنا بقول لك إن الذي أقوله بأنه أخونا الربيع متشدد. لكن ما تقنع مني أن أقول لك في كتبه. نعم. بتلي هات الدليل. نعم. صح؟ طيب إذا جاز لك أن تقول لي هات الدليل
أنا ما بيجوز لي أن أقول لك هات الدليل. نعم يجوز. هات الدليل. أنا ما عندي الآن أستحضر، أنت عندك كتب. وأنا ما عندي استحضار أيضا. عندك طلاب ما شاء الله. لا حول ولا قوة. ما عندكم يا أخوان كتاب معاني في الطريق أو ما قاله أخونا الشيخ ربيع على أنه يفسر لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله، ولا يهمه دعاء غير الله ولا عبادة غير الله؟ هذا ما نقلته عنه. هذا الآن أضرب لك مثال. تعرف الجماعة الذين خالفونا في المنهج في بعض الجوانب اليوم ممن يقال إنهم سروريين أو إلى آخره، وخلينا نسمي أشخاص ولا مانع، لأني أنا الآن في صدد تحقيق مثل قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. الآن شو ذنب سلمان العودي وسفر الحوالي في ما وقعوا فيه من الخطأ؟ هل هو من ناحية التوحيد؟ أسألك أنت. لا، من ناحية العقيدة لا، لكن من ناحية المنهج. كوي. أنا أعتقد الآن اللي ما يعرف عقيدة هؤلاء يتهمهم بمثل ما يتهم سيد قطب، مع فارق كبير جدا جدا بين سيد قطب وبين الاثنين هذون. صحيح. الاثنين هذون لولا هذا الانحراف الذي انحرفوا بسبب الاشتغال بالسياسة وإلى آخره كانوا حينما تثار قضيتهم يقول بعض المتعصبين منا هدول من أخوة مسلمين. أنا أقول ليت الأخوة المسلمين في بلاد الإسلام كلهم هكذا. أخوة المسلمون في بعض البلاد كما تعلم يحاربون التوحيد. هؤلاء يدعون للتوحيد ويصرحون بمحاربة من يستغيث بغير الله وينكرون الطرق إلى آخره. ليس الأخوان المسلمين يكونون هكذا أيضا، لكن من لا يعرف هؤلاء لما رأوهم انحرفوا للعمل السياسي يذموهم، ومن الناحية هاي الذم في محله، لكن ما بيجوز أن يقال هذون تركوا دعوة التوحيد وما إلى آخره. سيد قطب ليس كهؤلاء بلا شك، لكن لا نريد أيضا أن نحمله ما لم يفصح به. كلامه فيما يوهم بل يصرح بوحدة الوجود هذا منقول في كتبه في تفسيره إلى آخره، لكن أنا أريد منك الآن دليل أنه هو يجيز الاستغاثة بغير الله ويجيز كل ما ينافي التوحيد توحيد العبادة. أنا ما أقول يقول لا، لأنهم هو يقول هذول كفروا لا لأنهم يدعون غير الله ولا يلتجئون غير الله، كفروا لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. هو لا يهم هذا الشيء المنتشر في مصر حول القبور. المهم بدنا عبارات صحيحة. إن شاء الله أجيب العبارة من معاني في الطريق. وفي في أخ أعطاني سؤال هنا أنه يقول من استخف بمعصية من معاصي الله. من استخف استخف من استخف بمعنى من استهزأ يعني؟ لا أدري استخف هل بمعنى استهزأ؟ لا، نحن ما نجيب عن شيء إلا ما نعرف قصد الشيء. من استخف بفرائض الله مثلا عز وجل كفر. هذا أخي من الكلمات التي تتحمل معاني. انظر الآن قوله عليه السلام لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف إلى آخره. يستحلون شو حكم هؤلاء؟ بدنا نعرف هل هو استحلال عملي أم استحلال قلبي؟ فإن كان استحلال قلبي فهو الكفر. صحيح. وإن كان استحلالا عمليا فما أكثر المستحلين لحرمات الله عز وجل فهو الفسق والخروج عن الطاعة. الآن هنا كلمة استخف تحتمل معنى استخفاء بمعنى الاستهزاء وبمعنى الإنكار، فهذا كفر. وإذا كان المقصود بالاستخفاء هو يعني
عدم الاهتمام بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا هذا فسق وليس كفرا. ولذلك فسواء كان المقصود السائل هذا أو ذاك، ما وراء هذا السؤال؟ طيب اللغة العربية استخف قومه فأطاعوا، هل المراد استخفاف استهزاء في اللغة العربية يساعد المعنى على أن استخف بمعنى تساهل أو اللغة العربية يا أخي ذات وجوه، بارك الله فيك، اللغة العربية ذات وجوه، ما بصح أن نقف عند اللفظة وهي تحتمل عدة معاني. متابع؟ أظن هذا الكلمة هذه جاءت يمكن في بعض الأحاديث، والله يهديهم. شو الحديث تذكرون؟ حديث اي نعم، ما افكر وقبل نشوف هذا الحديث يصلح شاهدا وتمم كلامي السابق، اقول قلت اللغة العربية ذات وجوه، وأحيانا بتكون الكلمة الواحدة تعطي معنيين متعاكسين. تذكر هذه الحقيقة؟ الكلمة الواحدة اسم يسموها من ألفاظ التضاد، يقال بانت الشمس أي طلعت، بانت الشمس أي غربت. يقال رجل جليل أي عظيم، ويقال رجل جليل أي حقير. حقير. وحجب لك كمان نكتة مع القسيس الماروني هذا اللبناني، تطرقنا في مناقشتنا إياه حول ترجمة القرآن، أنكر على المسلمين أنهم يحرمون ترجمة القرآن، فأنا بيّنت له أن ترجمة القرآن بتكون على وجهين، محرم بل غير ممكن إلا مع التحريف والقرآن منزه، وجائز بل واجب. الترجمة المحرمة هي الترجمة اللفظية حرفية، والترجمة الواجبة هي الترجمة المعنوية. وقلنا له خلينا ندخل معك في تجربة، وهو رجل مثقف حقيقة، وماروني لبناني ينطقون الفرنسية مثل الفرنسيين أنفسهم، قلت له خلينا ندخل في تجربة، ترجم لي الآية التالية على قصرها ترجمة لفظية. قال ما هي؟ قلت له قال تعالى والليل إذا عسعس. قال لي ما عسعس؟ قلت له هنا الشاهد، عسعس من ألفاظ التضاد، أقبل أدبر، وهذه من آيات من بلاغة القرآن، جاء بلفظة واحدة ليثبت آيتين إلهيتين وكما يقولون اليوم طبيعيتين، إقبال الليل وإدباره، بلا شك كل منهما آية، لفظة واحدة والليل إذا عسعس. فكر هيك الحقيقة وصدم، تعرف شو قال؟ قال أنا بشوف، وهذا دليل أنه مثقف الخبيث، قال أنا بشوف السياق والسباق
لأنه هذا بيقولوا علماءنا من المقيدات فعلا. قال بشوف السياق والسباق وبحدد المعنى. إذا ترجع عندي أحد المعنيين بقول والليل إذا عسعس باللغة الفرنسية، جاب لفظة طبعا هو أنا ما أفقهها، يعني إذا أقبل. قلت له بيجي واحد ثاني مترجم آخر بخالفك بيقول إذا أدبر، صار عنا مصحفين بمعنيين ولفظين متعاكسين تماما، ومن هنا جاءكم التغيير والتبديل في التوراة والإنجيل. والصبح إذا تنفس هذا من قال؟ إذن أنا بجمع بين الأمرين، بقول والليل إذا عسعس أقبل وأدبر. قلت له قد يأتي ثالث ويقول أو أدبر، أقبل أو أدبر. خلاصة الرجل يعني أفهم أقيمة الحجة عليه. الشاهد الآن ففي القرآن معاني من هذا القبيل وهو كلام الله عز وجل، فما بالك إذا تكلم إنسان بعبارة فيها استخفة؟ حينئذ يجب أن ننظر أولا إلى قصده، بعد ذلك إلى لفظه. نحن يمكن أنت تعرف نحن لا نوافق على الاستنكار على الذين يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم، نحكم عليهم بأنهم كفار مجرد إيش الاستغاثة، لأنه كثيرا منهم ومنهم هذا الطحان يتأول الاستغاثة بالتوسل. والتوسل وإن كنا نحن ننكره لكن لا يبلغ الأمر بنا أن نسويه على الاستغاثة بغير الله. فنحن ننظر إذن إلى هذا الذي يستغيث ماذا يقصد، إن كان يقصد طلب المدد والعافية والصحة والرزق والآخرين فبلا شك شرك وكفر والآخرين. يقصد التوسل ننكر عليه، لكن ليس كإنكارنا على من قصد الاستغاثة بغير الله إلى آخرين. أحال أنتم بلغكم من كتاب الذي رددت عليه وسلفه؟ من هو؟ عبد الرحيم الطحان. إيه؟ بعدما سبت الشريف بينكم وبينه ونصحته. اي نعم. هاتفيا وصلكم الكتاب؟ اي نعم وصلنا. فما رايكم فيه؟ فوجدنا بعض المتعصبين لا يبيعونه ولا ما في مهم الجنس مهم سنتين؟ الحمد لله الذي هدانا. أغيثونا بالماء بجول؟ نعم بجول. فاستغاثه والذي من شيعته. ما هذا الطحان لا يفرق بين التوسل والاستغاثة؟ والله أعني به بعيد، نسأل الله له الهداية والتوفيق. شوف بينما نسأل له الهداية وهو يدعو علينا بالشر. الله يهديه. أي والله. الله يهديه. هنا نقول لأمثاله أحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. الله أكبر. بكفر. الله أكبر. الحمد لله. تبحثون عن الحديث الذي فيه استخفة يعني؟ إيه نعم. جيد. الأخير شفنا اللغة العربية. شوف الحديث. نعم. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفاف بحقهن. اللي بهذا كفر أصحى أصحى تلحق حالك بالمكفرين دول. أنا بسوي كتاب ضدهن الآن. ما عليش، لكن الاستخفاف لازم بقى فلم يضيع بمعنى فلم يضيع واسع شيئا. فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالاستخفاف إذن مثل الاستحلال، قد يكون عمليا وقد يكون قلبيا، فكل منهما يأخذ حكمه المعروف.
واضح؟ لكن في الغالب ما يكون في الاعتقاد غالبا يعني. لا أنا ما بحكم في الغالب لأنه مسألة تتعلق بالأشخاص. فلم يبين منهن شيئا من هنا استخفافا بحقهن. هنا إيش ما فسره؟ يعني تهونا. تهونا. هنا. بدليل كان حقا على الله. نعم أن يدخله الجنة. أن يدخله الجنة. والعكس بالعكس إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته ويأخذ ما طال منها ما طال عن اللحية. وأنتم يعني أخذتم بقوله بينما في صلاة الجنازة قلتم أن ابن عمر يرى رفع اليدين، فمن رأى أخذ بقول ابن عمر فليرفع ومن لم يأخذ فلا يرفع. ليسوا سواء بارك الله فيك. ليسوا سواء. بين فصل لنا. البيان واضح إن شاء الله. شاء. أولا في مسألة الرفع تفرد بها ابن عمر، في مسألة الأخذ لم يتفرد بها ابن عمر، بل على ذلك المسلمون كافة. أيوة. ولا يوجد عن عالم من علماء المسلمين سواء كان من أصحاب النبي عليه السلام أو من التابعين من ترك لحيته على سجيتها وعلى طبيعتها ولو جرها أرضا. لا يوجد شيء من هذا إطلاقا. فعندك ما ابن عمر أبو هريرة نصا مثل ابن عمر هو أيضا كان يأخذ ما زاد عن قضى وبالسند الصحيح. وعندك عن إبراهيم ابن يزيد النخعي من تلامذة عبد الله بن مسعود ينقل عن السلف وهو طبعا باعتباره تابعي من يعني الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم. ومجاهد كما في تفسير ابن جرير الطبري يفسر قوله تعالى في مناسك الحج ويقضوا تفثهم، قال أي يحلقون رؤوسهم ويأخذون من لحيتهم. وهكذا شتان ما بين تلك المسألة وهذه. لذلك نحن ما نقول بالنسبة لمن يرفع يديه في تكبيرة الجنائز أو تكبيرات الجنائز بأنه مبتدع، لكننا نقول بأن من يطيل لحيته ويخالف السلف فهو مبتدع، وبخاصة إذا كان يدعي أنه سلفي، لأنه كل من يدعي أنه سلفي فينبغي أن يمشي على طريقة السلف وأن لا يركب رأسه. ونحن منذ أيام قريبة جمعنا مجلس لأول مرة مع رجل فيما بدا لنا رجل فاضل، وكان أخونا أبو أحمد حاضرا ما شاء الله إله لحية طويلة وغزيرة جدا، وهو من فضله وتواضعه ما كنا نستقر في الجلوس إلا كر بالأسئلة سؤال بعد سؤال بعد مقدمة لطيفة أنه نريد أن نستفيد من علمه. قالنا له جزاك الله خير تفضل. سأل أغلب الأسئلة كانت حديثية. نعم طيب هذا من الطائف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحمد الله إليك، كيف أنت؟ الحمد
الحمد لله بخير بارك الله فيك. وكيف عيالك؟ والله طيبين الحمد لله، مشتاقين لك يا شيخ وردتنا أسلم عليك. الله يبارك فيك. والوالد بخير؟ والله بخير الحمد لله، نحمد الله إليكم. سلم سلم عليه. الله يسلمك إن شاء الله. كيف صحتك إن شاء الله؟ الحمد لله بخير. أهلا مرحبا. أحببنا أن نسلم عليك لأنه لي فترة طويلة ما سلمت عليك بارك الله فيك. سلمك الله وبارك فيك، وإن شاء الله أنت بخير. الحمد لله أنا بخير إن شاء الله الحمد لله. سلم على من يسأل وخاصة الشيخ أظن عادل. عادل صدقة. أيوة نعم. شو أخباره؟ والله طيب الحمد لله. سلم عليه إن شاء الله. وهل من حاجة؟ الله يبارك فيك، سلمك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس الأمر في ما كمل خليني معكم. لا شك أنك أنت يعني بتحب الخير بالعجلة. أنا نسيت الموضوع. بعد ما يعني أخذ الوقت الكثير بأسئلته والأجوبة واستفدنا ولا شك من ذلك جميعا، تلطفت معه فقلت له إذا جاز لك أن تسألني عديدا من الأسئلة، ترى يجوز لي أن أسألك سؤالا واحدا؟ قال طبعا جزاك الله خير. قلنا له بس أرجو أن تنتبه أن يكون جواب دقيق جدا. قال تفضل. قلت هل علمت فيما قرأت من السنة أن أحدا من السلف الصالح الذين نحن ننتمي إليهم أخذ من لحيته؟ كانت مقدمتي له وتنبيه له ذهبت أدراج الرياح، ذلك لأنه أجابني الرسول قال وعفو لها. قلت سامحك الله، أنا قلت لك هل تعلم فما أجبتني، لا بأنك تعلم ولا بأنك لا تعلم، لكن أجبتني عما تفهم من قولي عليه السلام، هذا له مجال ثاني. باختصار وجهنا عدة أسئلة وانتهينا إلى أنه أولا لا يعلم، وثانيا لا يعلم هذه النصوص التي أنا ذكرتها آنفا إلا قصة ابن عمر، وهذه مشهورة طبعا. قلت إذا وقفنا عند أثر ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة، ترى وأنت تعلم، هكذا قلت له، أن ابن عمر من رواة قوله عليه السلام وأعف اللحى، هنا ترد عبارة يتداولها العلماء وهي الراوي للحديث أدرى بمرويه من غيره. الآن أنت ولا ابن عمر، أنت من بعد 14 قرن تجي بتقول أن الحديث على عمومه، والذي سمع الرسول عليه السلام بأذنه يقول عاف اللحى ورأى الرسول بعينه ويأخذ من لحيته، زيادة أن ابن عمر كان من أحرص أصحاب الرسول على اتباع الرسول حتى فيما نحن نسميها بالسنن العادية. تذكر هذا جيدا. ثانيا رؤيا أنه ذهب ليبول تحت شجرة، لماذا رأيت رسول الله؟ شو علاقة الرسول اقتضى الأمر الحاج يبول في ذلك المكان إلا يقصد في ذلك المكان، هذا من تحريه على خلاف مذهب أبيه عمر. عمر كان في طريق إلى الحج، نزل منزلا وجد الناس ينتحون ناحية يسلكون طريقا، إلى أين هؤلاء يذهبون؟ قالوا هناك مصلى
صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من أدركته الصلاة في موضع من هذه المواضع فليصلي، ومن لا فلا تتبعوا الآثار، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. لا، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. أريد أن أقول هذا الصحابي الحريص على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور العادية، كيف هو بيسمع الرسول بيقول وأعف اللحى، وبيشوف الرسول بعينه ترى كان يأخذ ولا كان لا يأخذ، فنتصور أنه أخطأ في فهم الحديث، وأنت في آخر الزمان أصبت في فهم الحديث. وهذا جرني إلى رواية قصة فيها نكتة وفيها فائدة علمية أيضا. لنا من أخواننا في دمشق، توفي إلى رحمة الله منذ شهور، كان يعمل تحت يد في مكتبة رئيسه تحريري، يتبنى القول بأن الأمر في الشرع لا يفيد الوجوب، وجرى خلاف ونقاش بين هذا المعلم وبين هذا التلميذ لنا. طبعا المعلم أقوى منه ثقافة شرعية، فعلى عليه وتغلب عليه ولو بالإفحام، يعني أنه ما في دليل أن الأمر يفيد الوجوب. فجاءني وأنا في المكتب الظاهري يشكو هذا النقاش الذي جرى بينه وبين معلمه. صاحبنا مبتدئ في طلب العلم ومن أخواننا، فرأيت أنه دخول معه في بحث تفصيلي لتقديم الحجة على خطأ التحريري أنه قد لا يستوعب الموضوع، وإذا استوعبه الآن بيجود لبينما يلاقي صاحبه يتبخر الخشم منه. أقول في نفسي إذا قدم له شيء سهل وهو إفحام لخصمه، قلت له أنت ما دامك موظف تحت يده كل ما طلب منك أمر طنش، بالتعبير السوري طنش، لا تفعله، لا تفعله، اتجاهل، سيضيق ذرعا بعدم تحقيقك أنت لطلبه، وراح يصيح عليك. فأنت بكل هدوء وبرود بتقول له: يا شيخ، أنا فهمت منك أن الأمر لا يفيد الوجوب، فإذا أنا في حل. لا تغضب. أيوة، وهكذا كان قضي الخلاف بينه وبين الرجل. قصدي أن أقول أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمع الأمر من الرسول عليه السلام ونفذه بلا شك، وهو حينما سمعه يفهمه أحسن منا. ليه؟ لأنه لماذا اختلف العلماء بأن الأمر يفيد الوجوب ولا لا؟ لأنه أحيانا فعلا واحد بيصدر أمر لكن يظهر من حاله من أسلوب كلامه أنه لا يأني بالتأكيد، لكن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ولذلك فنحن يجب أن نطعم فقهنا بفقه سلفنا، لأنهم شاهدوا ما لم نشاهد، وكما جاء في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة. طيب، بالنسبة عبادة بعض إخوان انتقل إلى رحمة الله، هل هذا يجوز؟ من أين ندري؟ ولماذا لا يجوز؟ من أين ندري إن هذا انتقل إلى رحمة الله؟ هذا شيء غيبي. سامحك الله يا شيخ زينو. طيب نحن نسأل. وأنا منكر عليك، عم بدعي لك. ما يجوز. أنا ما منكر عليك، عم بدعي لك. طيب، شو الفرق؟ قبلت أنت الدعاء هذا؟ نعم قبلته. طيب شو الفرق بينهما؟ في
نفهم. هذا إخبار، هذا دعاء، هذا قول يرحمه الله. طيب سامحه الله اسم ولا فعل؟ فعل. فعل ماضي ولا مستقبل ولا أمر؟ فعل ماضي. ماضي. ورحمه الله شو هو؟ قريب منه رحمه الله كمان. ها؟ مثله. إذن ليش فرقت أنت بينهما؟ انتقل إلى رحمة الله. ها؟ هلا هي بدعة جديدة. أنا كنت هذا أقول. هاي بدعة جديدة. لا تطول بالك الله. ايه؟ أنت خذ بالك، الألفاظ هذه إلى قيمة كثير. بجوز أنا أخطأت، ما سمعت كلمة انتقل من أول، سمعت منك رحمه الله. نعم. سمعت منك أنك بتقول بجوز أن يكون رحمه الله. الآن رقعتها، لكن ترقية فاشلة. قلت أنا بقول انتقل إلى رحمة الله. طيب اثبت أنت بقى على واحدة من التنتين حتى نبين لك. بتريد رحمه الله سؤالك تحصر في رحمه الله أو تحصر في انتقل إلى رحمة الله؟ انتقل إلى رحمة الله. انتقل شو نوع من أنواع الأفعال؟ مكانك راوح مش فعل ماضي؟ نعم. شو الفرق؟ سواء قلت رحمه الله أو قلت انتقل إلى رحمة الله. وكمان رح أزيد المشكلة زيادة حتى تظهر أكثر. شو رأيك بالمغفور له؟ بجوز؟ بعضهم قال يعني هذا إخبار كمان أيضا. الله يهديك. الله يهديك. نسأل الله له المغفور. الله يهديك. مرحوم كمان. الله يهديك. آمين. ليش أنت بتحط اسفين بيني وبينك؟ بتقول لي بعضهم. أنا هلا عم أحكي أنا وياك. طيب. شو رأيك في المغفور له؟ بجوز؟ إذا كان إخبار لا يجوز، إذا كان دعاء. طيب ورحمه الله بيجوز؟ الدعاء يجوز. وانتقل إلى رحمة الله؟ هذا إخبار مو دعاء. سبحان الله. يا أخي رحمه الله كمان خبر. إيه بس المراد من الدعاء هنا. رحمه الله كمان لا. خبر. أيوه. رحمه الله خبر، لأنه تتحدث عن أمر ماضي. المهم بارك الله فيك، العلماء يقولون الجملة إذا كانت خبرية ويقصد بها الدعاء ما فيها محذوف. فسواء قلت رحمه الله أو انتقل إلى رحمة الله فالعبرة. ومن هنا أنا بقول لك من قبل يجب أن ننظر إلى القصد مش فقط إلى اللفظ. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فالعبرة ومن هنا أنا بقول لك من قبل يجب أن ننظر إلى القصد مش فقط إلى اللفظ. وأخيرا ضربت لك مثال بالذين يستغيثون برسول الله، إذا قصدوا الطلب هذا شكل، وإذا قصدوا التوسل هذا شكل ثاني. الآن إذا واحد قال رحمه الله مش دعاء إخبارا بجوز؟ لا ما بجوز، بيكون هذا تألي على الله عز وجل. صح؟ صحيح. مثله تماما سلبا وإيجابا. إذا قال انتقل إلى رحمة الله، إذا قصد الإخبار فهو ضلال، وإذا قصد الدعاء فهو دعاء، ما في إشكال. إذن رحمه الله، انتقل إلى رحمة الله، المرحوم، المغفور له، كلها سواء. إن قصد الدعاء فكله جائز، وإن قصد الإخبار فهو تألي على الله وتحكم على الله، وهذا لا يجوز. السلف الصالح ما أثن عنهم شيء، هذا ما فصلوا فيه أو ما أخبروا؟ هذا الشيخ يريد أنه يزودنا بحجج أخرى فيما يتعلق باللحية، وأنا ماني شايف الشيخ زين بيتطلب يعني مثل هذه الحجج لأنه ما فيها كفاية. كان غيري أيضا يعني. بيقول هنا المصنف لابن أبي شيبة بسندي عن منصور قال سمعت عطاء ابن أبي رباح قال كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. ها
هذا.